الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله نبدأ هذا الاحتفال البهيج بمناسبة عيد الجيش الليبي، الذكرى 75، وخير ما نبدأ به آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا المقدم أحمد عمر المغربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صلى الله العظيم. والآن يقوم آمر العرض العسكري بأخذ الإذن لبدء العرض العسكري من سيد القائد الأعلى للجيش الليبي. كراجيس المستعرضة لوحدات الجيش الليبي، التحرك بهيكل المسيح للاستعراض. كراجيس المستعرضة عدد أنصر. جهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا ليبيا ليبيا، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أنت ميراث الجنود أيها الليبيين في غربها وشمالها وجنوبها وشرقها، ها هو جيشكم الذي حرمتم به، ها هو جيشكم البطل، ها هو جيشكم الذي قدمتم شهداء أبنائكم من أجله في 17 فبراير. جيش يحمي ولا يعدد، يصون ولا يبدد، جيش بطل احتوى ثواركم يحمي أراضيكم، جيش حقيقي ولا مهول لله ولا مهول لله ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا ليبيا ليبيا، جرد الأجداد عزما مرهفا، يوم ناداهم مناد للكفاح، ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح. فإذا في الكون دين وصفا، وإذا العالم خير وصلاح، فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا ليبيا ليبيا، يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا ليبيا ليبيا، يا ابن ليبيا يا ابن أسد الشرى، إننا للمجد والمجد لنا، مذ سرون حمد القوم الصرى، بارك الله لنا استقلالنا، فابتغوا العلياء شعوا في الورى، واستعدوا للوغى أشبالنا، للغلاب يا
شباب إنما الدنيا كفاح للوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود بالقيود قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجذود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. نستمع إلى كلمة من سيد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي سيد نوار ركن عبد السلام جبر العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون ما الله يعلمهم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع كلمة رئيس الحكومة ووزير الدفاع الأستاذ خليفة الغويفة ليتفضل. مرت علينا ذكرى خالدة صادفت اليوم التاسع من هذا الشهر الجاري ذكرى الخامس والسبعون لتأسيس الجيش الليبي ولهذا اليوم تاريخه وذكرياته وأمجاده. فلرجالنا الأوفياء الذين كان لهم دور كبير في تأسيس هذا الجيش كل التحية والمحبة والتقدير والاعتزاز والفخر بهم كمناظرين وكبناة حقيقيين لدولة مستقلة هدفهم ومقصدهم غايات نبيلة هي البناء والنهوض بهذا البلد من براثن الظلم والقهر والاستبداد حيث بدأ العمل أدور
والإصرار على بناء جيش ليبي قوياً وعصري، ومع عزيمة الرجال الصادقة تم الشروع سنة 1963 ميلادي بإنشاء مدرسة الزاوية العسكرية بمدينة الزاوية لتخريج ضباط وتدريب وتأهيل عسكريين ليبيين، ومن بعدها وبمدينة بنغازي تم إنشاء الكلية العسكرية الملكية التي عملت على تخريج أول دفعة من الضباط في سنة 1950، وكذلك في سنة 1962 تم تأسيس الكلية البحرية الليبية، وفي أغسطس 1963 كان للسلاح الجوي البذرة الأولى وسمي بالسلاح الجوي الملكي آنذاك. ولكن لتسافير القدر التي لا اعتراض عليها لم يمهل هؤلاء الضباط الحقيقيين المؤسسين لهذا الجيش باستكمال مسيرتهم في البناء بسبب الانقلاب الظالم في سنة 1966، فعملوا قاصدين على تغيير المفاهيم والعقائد إلا تأسيس من أجلها التي تأسس من أجلها الجيش الليبي من الولاء لله ثم الوطن وحماية الأرض والشرف والكرامة. إخوة الحضور، مرت منذ قليل طائرات الميج 23 الذي يقودها أبناؤكم صقور الجو، صقور الجو الذين آلوا على أنفسهم أن يحموا تراب ليبيا ويحموا مبادئ ثورة 17 فبراير، صقور الجو الذين عاهدوا الله على أن يضعوا كتاب الله فوق رؤوسهم وأن يكون منهجهم هدي رسوله الكريم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. يستمر هذا الحفل البهيج، والآن مع كلمة رئيس المؤتمر الوطني العام سيدي القائد الأعلى للجيش الليبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أيها الجمع الكريم، أيها الشعب الليبي الكريم، أفراد قواتنا المسلحة، نقف في هذا اليوم نستذكر أرواح شهدائنا، ندعو لهم بالرحمة وندعو بالشفاء العاجل لمرضانا ولجرحانا. أنتم تقفون في ساحة الشهداء هذا اليوم تحية منكم وإجلالا وتعظيما وإكبارا لمسيرة نضال طويلة خاضها الآباء والأجداد منذ مقاومتهم للاستعمار الإيطالي. عانى آباؤنا وأجدادنا، جنودنا وضباطنا من ويلات النظام السابق. كم من ضباط أعدموا، وكم من جنود همشوا لنصل إلى هذا اليوم عندما اندلعت ثورة 17 فبراير. كان الضباط الأوفياء والجنود الأوفياء سنداً وعوناً لطوارنا الذين انفضوا وهم مدنيون، وكانوا في حاجة إلى رعاية من الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم رعاية من أفراد قواتنا المسلحة في تدريبهم وفي تهيئة الأجواء لهم وفي رفع معنوياتهم.
وكان ضباطنا الشرفاء وجنودنا الشرفاء في الموعد، وقد التحموا مع ثوارنا الأبطال واستمروا في هذه المسيرة الشريفة إلى يومنا هذا. عندما نحتفل بذكرى تأسيس الجيش نحتفل بالماضي، ونحتفل بالحاضر، ونحتفل بالمستقبل. بلا مؤسسة عسكرية منظمة لا يمكن أن نبني وطناً، بلا جيش لا يمكن أن نحقق أحلاماً وآمالاً وطموحات. بدون مؤسسات أمنية وبدون شرطة وبدون جيش لا يمكن أن نمنع التدخل الأجنبي، وهذا ما نلاحظه جميعاً. عندما التقيت بكم في شهر رمضان في ذكرى تحرير طرابلس، شرعنا في ذلك الوقت إلى البدء في تأسيس ألوية للجيش الليبي. رعينا ضباطنا وضباط الصف والجنود أن يكونوا هم الأساس في تفعيل وفي إعادة تأسيس هذه المؤسسة العسكرية. ورأينا بشرف وافتخار أن يكون ثوارنا الأبطال المنضويون تحت الشرعية، أو المنضويين تحت الشرعية، ثوارنا الأبطال المنضويون تحت الشرعية أن يكونوا جزءاً نفتخر به في هذه الألوية. عزمنا العقد أو عقدنا العزم على تكوين عدد 11 لواء، ثم وصل الآن إلى 13، حيث كان الإقبال من كل مناطق ليبيا. من قام بالانقلاب والانقلابيون عموماً أرادوا أن يجعلوا من برقة عنواناً للانفصال، ولكن أبطال برقة، أبطال المنطقة الشرقية، جنودها وضباطها وثوارها أبوا إلا أن يكونوا من ضمن هذه الألوية. كوننا 3 ألوية، لواء في طبرق، ولواء في الجبل الأخضر، ولواء في بنغازي. وأصبحت الأسماء والأفراد تأتينا فرادى وجماعات لتكون عنواناً لوحدة ليبيا. لم يرضى أبناؤنا في برقة ومشايخنا في برقة وقبائلنا في برقة، لم يرضوا أن تكون برقة عنواناً للانفصال. إذا تكلمنا على برقة تكلمنا على فزان وتكلمنا على طرابلس. عندما كانت هذه العناوين عناوين وحدة وعناوين التقاء لكافة الشعب الليبي وعناوين لوحدة التراب الليبي، في محادثاتنا الأخيرة وفي لقاءاتنا الخاصة مع بعثة الأمم المتحدة ومع بعض رؤساء العالم، أكدنا مراراً وتكراراً بأن الحوار هو الخيار الاستراتيجي. لا يمكن أن نقبل بأن في ليبيا حل عسكري يجمع الأبطال ويجمع المواطنين. نحن في ليبيا رأينا بعد ثورة 17 من فبراير أن ننطلق إلى بناء الدولة، بناء المؤسسات، ولكن للأسف الشديد أرادها الإنقلابيون وبعض أتباع النظام السابق، ومن نفوسهم دائماً تبقى مريضة، أرادوا أن يجعلوها انقلاباً على مبادئ ثورة 17 من فبراير. وحدث ما حدث في ليبيا، ولكن مع هذه الآلام والفرقة التي أصابت الوطن ارتأينا جميعاً أن نذهب للحوار وأن يكون الحوار عنواناً لنا. ولكن العنوان عندما يكون وفق الثوابت ووفق المبادئ ووفق الأسس التي تحفظ كرامتنا وتوفي بعهود وبمبادئ شهدائنا الأبرار، ارتضينا جميعاً أن نكون الجزء الأوفى في هذا الحوار. ولعل
هذه التشكيلات الرمزية لقوتنا المسلحة تكون عنواناً وضماناً لأي حكومة توافقية قادمة ولأي جسم سياسي قادم. بالتأكيد وبصفتي كقائد أعلى للجيش الليبي، وهذا ما يؤكده المؤتمر الوطني العام، وهذا ما أكده الإعلان الدستوري، أن الولاء دائماً وأبداً لله ثم الوطن. لا نسمح لأنفسنا بعد ثورة 17 من فبراير أن يكون الجيش ولاءه لشخص أو زعيم أو فرد. لا يمكن أن يكون الجيش ولاءه لحزب أو تكتل. لا يمكن للجيش أن يكون ولاءه لقبيلة أو جماعة أو منطقة. لا يسمح ولا يسمح الجيش بذاته أن يتدخل أحد في شؤون ليبيا. ليبيا وحدة واحدة، والجيش هو الحامي للوطن. وإذا فكر الليبيون رغم الظروف القاسية ورغم الظروف المتعبة التي مروا بها في تأسيس الوطن، فليولوا عناية واضحة وكاملة لأبناء جيشنا ولأبناء سلطتنا. يجب أن يتمتعوا بكافة المزايا، ويجب أن يتحسن مرتباتهم، ويجب أن تتحسن وظائعهم الوظيفية والصحية. وعندما نقول هذا الكلام أعدكم بإذن الله تعالى أننا في طور إعداد لوائح واستصدار تشريعات قانونية بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا ما وصلنا وهذا ما نتوخاه إلى جسم سياسي قادم وحكومة وطنية قادمة. فقبل أن نوقع أي اتفاق سياسي قادم لا بد أن نضمن قبله حقوق جيشنا الوطني، جيشنا الليبي. هذا عهد نتعاهد به أمامكم، لأنكم أنتم حماة الوطن، أنتم الذين تتحملون المحن، أنتم الذين تثبتوا للعالم بأنكم عنواناً صريحاً لوحدة ليبيا. كم ناشدت أشقاءنا في الدول المجاورة، تونس الشقيقة، نكن لها كل الاحترام والتقدير، ولا نتدخل في إرادتها السياسية. وقد تحدثت في الكلمة السابقة في شهر رمضان وناشدت السلطة التونسية أن تعي هذا الأمر جيداً، لا من باب الوعيد والتهديد، فالشقيق لا يمكن أن نهدد شقيقه، ولا يمكن أن ينسى تلك الأيام التي وقفنا فيها مع بعضنا البعض، أيام الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي وضد الاحتلال الفرنسي هناك، وأيام ثورة 17 فبراير. ولكن كم تمنيت على السلطة التونسية، وأنا أتوسم كل الخير من جديد في أن تعي مثل هذا الأمور عندما تسرع في تأسيس أو في بناء خندق، فالأمر يهمها من الناحية الداخلية. ولكن عندما تصف بلادنا بأنها ملاذ للإرهاب ومصدر للإرهاب فليعيدوا حساباتهم. الأسبوع الماضي ناقشت هذا الموضوع مع السيد رئيس حكومة الإنقاذ. أصوات من الشعب الليبي تناشدنا كسلطة تشريعية وبحكومة الإنقاذ أن نشرع في قفل الحدود بيننا وبين تونس، ونحن لا نرضى أن نكون مصدر قلق لتونس. ولكن عندما يتعمد بعض مؤسسات أو تتعمد بعض مؤسسات الأمنية داخل تونس أو بعض السياسيين داخل تونس أن يواصلوا مثل هذه التصرفات، فربما إذا وصلنا إلى مثل هذا القرار فنحن نحمل من جرنا إلى مثل هذا القرار. نناشد وفي خطبة أمامكم جميعاً السلطة التونسية أن تتدارك مثل هذا الأمر،
أن تجعل شعب تونس وشعب ليبيا شعب ينعم بالثروات الموجودة في ليبيا وينعم بالوسائل السياحية والصحية والاقتصادية الممنوحة والموجودة في تونس. لا نريد أن نحتكر نعمة أو ثروة أنعم الله بها علينا. ولعلني أذكر في هذا اليوم كنت في لقاء في الصباح مع بعض مشايخ الفضلاء من قبيلة الزوية، قالوا لي، وهذا بالتأكيد الواقع الجغرافي، أن معظم مقدرات الشعب الليبي النفطية والثروات الطبيعية تقع في أرض الزوية، ولكنهم عبروا تعبيراً جميلاً، قالوا: نحن لسنا ملاك لهذه الثروة، ولكننا حراس لها وعليها. قالوا: بفضل أو بقدر ما نكون حراساً على هذه الثروة فإننا حراساً على الوحدة الوطنية. وهذا المعنى الجميل الذي يجب أن يتبادر إلى الذهن ويجب أن نتداوله جميعاً. لا نريد لأفراد ثوارنا أن يتصرفوا بأن يقفلوا بعض الطرق أو يقفلوا بعض المصانع أو يقفلوا بعض المرافق لأن طلباتهم قد عطلت أو لم تسمع في وقتها أو قد تم إهمال أو تقصير. نعم، الحق لهم ويجب الاستجابة لمطالبهم، ولكن أي مرفق أو أي طريق أو أي ساحة تقفل فأثارها السلبية تعود على ناس أبرياء، على أناس أبرياء. قطع الكهرباء قد تصل أضراره إلى المرضى وإلى العجزة وإلى كبار السن. أعجبني هذا التعبير لنرسخه ليكون ثقافة: من يملك شيئا فالملك لله وحده. أيها السادة، أقف أمامكم وكم نتمنى أن ننطلق إلى بناء الدولة، أن نفكر مليا وأن نفكر جديا كيف نجمع الليبيين على كلمة سواء. شرقنا وغربنا ووسطنا وجنوبنا. لا يفوتني أن أحيي طوار درنا، أبطالها الشرفاء، أهاليها الأعزاء، وقفوا ضد الإرهاب وضد التطرف. لا يمكن أن أنسى بنغازي ومعانته من الإنقلابيين ومن القصف المتوالي لمدة أكثر من سنة. ولعلني أقدم أسفي للشعب الليبي جميعاً وبصفة خاصة لبنغازي التي قُسفت باسم الجيش الليبي، قُسفت باسم الضباط، قُسفت باسم الطيران الليبي بدعوى الكرامة وبدعوى مكافحة الأرهاب. هذا شيء يؤلمنا ونتأسف له أمام أبطالنا ونتأسف أمام أجيالنا القادمة. أحيي كل أهالي ترهونة، أحيي أهالي الجنوب، أحيي أهالي سرت. أهالي الجنوب عانوا كثيراً ويعانون، وقد تم التخطيط وأساليب منهجية وموضوعية دائماً لإحداث الشغب بالجنوب، والجنوب يعاني ولكنه يناضل دائماً من أجل وحدة ليبيا ومن أجل مكافحة الهجرة الغير شرعية. نقف الليبيون جميعاً ونحن صفاً واحداً ضد الإرهاب وضد التطرف، ضد الغلو، ضد الهجرة الغير شرعية، ضد الإنفاق الغير شرعي، ضد تضييع أموال الشعب، ضد كل من تسول له نفسه، الاعتداء على كل روح بريئة ومن يروع حياة الآمنين. أحييكم تحية الأبطال وأفيدكم يا أفراد القوات المسلحة أن تكونوا نواة بإذن الله لبناء ليبيا الجديدة، وأتطلع لأن أرى مثل هذه الكراديس وأكثر من ذلك للشرطة وللحرس البلدي وللشرطة القضائية بإذن الله سبحانه وتعالى. نخطط لذلك
وقد أحاطني صباح هذا اليوم سيد وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ بأنه تم تخريج 4500 من الضباط وضباط الصف وأفراد من الشرطة. فهذا عنوان لنا للأمن بإذن الله ولطمأنة المواطنين. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد العادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود بالقيود قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجنود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا ابن ليبيا يا ابن أسد الشرار إننا للمجد والمجد لنا.